هرم ونيس في مصر، هبة النيل. الأرض المقدسة في سقارة. عبر حقول الإيار نصل إلى أول تل أزلي مبني من الحجارة، وأول معبد جنائزي يحتوي على أول نص ديني مكتوب في التاريخ. طقس سكب المياه. تبدأ باستحضار قوى أوزير. فمن يكون أوزير؟ أسطورة إيزيس وأوزوريس. في بداية القصة يحكم أوزوريس مصر، حيث يرث الملك من أجداده الذين يمتد نسبهم إلى خالق العالم الإله آتوم رع. إيزيس هي زوجة أوزوريس وأحد أبناء إله الأرض جب وإلهة السماء نوت، كما إنها أيضا شقيقة زوجها أوزوريس وخصمه ست وأخته نفتيس. يرتبط ذكر أوزوريس بالقوة المانحة للحياة والنظام الملكي القويم وحكم ماعد الذي يقوم على النظام المثالي الطبيعي الذي ظل الحفاظ عليه هدفا أساسيا في الثقافة المصرية القديمة. وعلى النقيض يمثل ست العنف والفوضى. أما عن الصراع بين ست وأوزير فلسبب ما تجسد ست في هيئة تمساح وقام بالهجوم على أوزير فقتل، ثم ألقى بجثته في الماء. وتلا وفاة أوزوريس فترة خلو العرش، حاول خلالها ست أن يكون ملكا على مصر. وفي غضون ذلك تبحث إيزيس عن جسد زوجها بمساعدة أختها نفتيس، وغالبا ما يرمز إلى الإلهتين بالصقور أو الحداءات، ربما لأن الحداءات تسافر مسافات بعيدة بحثا عن الجيفة، أو لأن المصريين دائما ما كانوا يربطون بين صيحات الحزن التي تصدرها هذه الطيور وبكاء الإنسان حزنا، كما ارتبطت دموع إيزيس حزنا على موت أوزوريس وإحياءه بفيضان النيل. وعلى ذلك أصبح أوزوريس يمثل القوى الإلهية المانحة للحياة الحاضرة في مياه النيل وفي النباتات التي نمت بعد الفيضان.